يعتبر قطاع الزيتون في فلسطين أحد قطاعات الزراعة الرئيسية وأحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني وعنصر مهم من عناصر الأمن الغذائي. أكثر من 85% من الزيتون في فلسطين بعلي ويعتمد بشكل رئيسي على مياه الأمطار، غير أن معدلات سقوط الأمطار متذبذبة وتتساقط بطريقة غير منتظمة وبتوزيع سيء، حيث يتوقف سقوطها مبكرا ويتأخر في موعد الهطول، مما جعل أشجار الزيتون البعلية في فلسطين جافة، وتحول لون أوراقها إلى اللون المائل للبني، وتحولت حجم الثمار إلى ما دون المتوسط خاصة في سنوات الحمل، وتفاقمت ظاهرة المعاومة، لذا فالزيتون بحاجة إلى تزويده بالحد الأدنى من المياه في فترات نمو اللحمة للتغلب على هذه المشاكل. الشجرة ما بتقدر تعيش 7-8 أشهر بدون مطر، بدون ري عمليا، لذلك احنا بنحكي عن الري التكميلي اللي بنعطيه فترات معينة وبكميات معينة عشان نرفع الانتاجية تبعت شجرة الزيتون، إن كان من ثمار الزيتون أو من الزيت، ومن ناحية ثانية نرفع الاقتصادية للمزارع. انتاجية ارتفعت من 50 كيلو زيت للدلم ل 160 كيلو باستعمال بحدود 70 كوب مي للدلم، يعني نتائج أحسن من هيك مش ممكن نحصل عليها، ولكن طبعا لازم تنفحص بكروم أخرى، بمسافات غرس مختلفة، بمناطق مناخية مختلفة. يعني اليوم احنا بنقدر نستغل كل اللي بنسميه محطات الأرصاد على أساس نعرف درجات الحرارة، كمية التبخر، وبناء عليها نقدر نعطي برنامج للري وللتسميد. معظم حقول الزيتون مزروعة تحت نظام البعل بدون ري في مناطق يصعب ريها، باستثناء بضعة آلاف من الدنمات تروى بشكل مساعد. طبعا بدين حسب التكلفة تبعت أسعار المي اللي بدنا نعطيها، زيادة المي، وشو الزيادة اللي ممكن تعطيني إياها بالنسبة للإنتاج. حتى لو نحكي عن الري التكميل ما فيش له تأثير سلبي على جودة الزيت، يعني احنا بنحكي عن المركبات العضوية، المركبات الكيماوية الموجودة، الري التكميلي له بس إيجابيات ما فيش له سلبيات بالنسبة لشجرة الزيتون. نظرا لشح المياه وارتفاع أسعارها في فلسطين، فإنه يصعب على المزارعين القيام بهذه العملية، ورغم ذلك فلا بد من ري تكميلي مدروس اقتصاديا، حيث أثبتت المشاهدات الحقلية أن الري المساعد في الزيتون أعطى نتائج إيجابية على الإنتاجية، خاصة عندما ترافقت مع إضافة الأسمدة العضوية، حيث عملت على زيادة السعة الحقلية للتربة ومقدرتها على الاحتفاظ بالماء وتوفير العناصر الغذائية للشجرة.